السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على تصنيف أفضل 20 جامعة دولية، كما سنتعرف على بعض المعلومات عليها، حيث احتلت الجامعة الأمريكية Massachusetts Institute of Technology، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المرتبة الأولى، حيث يدرس أكثر من 11 ألف طالب بهذه الجامعة، فيهم أكثر من 3600 طالب دولي، ويعمل بها أكثر من 2900 موظف، منهم أكثر من 55% من الموظفين الدوليين. فيما احتلت University of Cambridge، جامعة كامبريدج البريطانية، المركز الثاني، والتي يدرس بها أكثر من 20800 طالب، وفيهم أيضا 7800 أو أكثر من 7800 طالب من خارج بريطانيا، فيما يشتغل بها أكثر من 5700 موظف، فيهم أكثر من 52% من خارج بريطانيا. وأشير إلى هذه المعلومات لأبين أن الموارد البشرية هي دولية ومن مختلف الدول، وليس فقط من بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. أما المركز الثالث فكان من نصيب جامعة ستانفورد الأمريكية، التي يدرس بها أكثر من 14500 طالب، من ضمنهم أكثر من 3300 طالب من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويشتغل بها أكثر من 4600 موظف، منهم 51% أبناء الولايات المتحدة الأمريكية و 49% خارج الولايات المتحدة الأمريكية. أما المركز الرابع فكان من نصيب جامعة أوكسفورد البريطانية، ومن لا يعرفها، حيث يدرس بهذه الجامعة أكثر من 21970 طالب، حوالي تقريبا 22 ألف طالب، من ضمنهم أكثر من 9000 طالب من خارج المملكة المتحدة، ويشتغل بها أكثر من 3650 موظف، فيهم 45% من خارج المملكة المتحدة. فيما المركز الخامس كان من نصيب جامعة هارفارد الأمريكية، التي يدرس بها أكثر من 21800 طالب، فيهم أكثر من 5300 طالب من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويشتغل بها أكثر من 4480 موظف. بينما كان المركز السادس من نصيب جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا، وهي تقريبا أصغر جامعة صنفت من بين العشرة الأوائل، حيث يدرس بهذه الجامعة فقط 2240 طالب، ويشتغل بهذه الجامعة حوالي 969 موظف، وهناك 630 طالب من خارج الولايات المتحدة الأمريكية يدرسون بهذه الجامعة. فيما احتلت إمبريال كوليدج لندن المركز السابع، وكلية لندن الجامعية المركز الثامن، وكلا الجامعتين من بريطانيا أو المملكة المتحدة. وبعد 8 جامعات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، نجد أخيرا في المركز التاسع المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا بالعاصمة السويسرية زيوريخ، يحصل على المركز التاسع فيما يخص هذا التصنيف الدولي. ويدرس في هذه الجامعة أكثر من 20800 طالب، منهم أكثر من 8400 يعني من خارج سويسرا، ويعمل بهذه المؤسسة أكثر من 2800 موظف، أكثر من 77% من خارج سويسرا. وفي المركز العاشر نجد جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدرس بها أكثر من 16000 طالب، منهم أكثر من 4400 من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها أو يعمل بها أكثر من 2700 موظف. وإليكم تصنيف باقي الجامعات، حيث احتلت جامعة سنغافورة الوطنية المركز الحادي عشر، ومتفوقة بذلك على جامعة بكين الصينية، ثم في المركز الثالث عشر جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتليها جامعة تينسغوا بالصين، ثم بعد ذلك جامعة إدنبرا بالمملكة المتحدة، ثم في المركز السادس عشر مدرسة لوزان الاتحادية بسويسرا، ثم في المركز السابع عشر جامعة برينستون
بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي المركز الثامن عشر جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم الجامعة رقم 19 هي جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة دائما، والمركز العشرين هو لجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية. وكما يقال ختامها مسك، ما دمنا على مشارف نهاية هذا الفيديو، أقول لكم أن أول جامعة مغربية تصنف عالميا هي جامعة محمد الخامس بمدينة الرباط، حيث احتلت المركز 1401. وبطبيعة الحال للارتقاء بالنظام التعليمي بالمغرب وبالجامعات المغربية لا بد من تشجيع البحث العلمي ثم تشجيع البحث العلمي ثم تشجيع البحث العلمي.